السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. هذا الصور اللي راكم تشوفوا فيهم تابعين لقناة غويميلا. هذا القناة قدمت خدمات لقناتي فيما يخص الجينيريك تاع الفيديو، أيضا أزرار الاشتراك. نشكر بزاف قناة غويميلا على هذه الخدمة الرائعة. وقناة غويميلا تقدم فيديوهات راقية في مجال الطبخ في الطبيعة، فيديوهات تفاجئ للخاطر. نطلب من المشتركين الأعزاء الاشتراك ومتابعة القناة إذا حبيتوا. رابط القناة تاع غويميلا راه تحت هذا الفيديو. والآن سنمر إلى وصفة اليوم اللي هي المشحمة أو كسرة بالشحم. هذه الوصفة أنا نحضرها مرة في العام مور العيد الكبير، يعني في هذه الفترة يكون متوفر عندي الشحم. لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى العجينة والحشو. بالنسبة للعجينة هي نفسها العجينة اللي نصنعوا بها خبز المطلوع، وتقدروا تستعملوا أي عجينة أخرى عندكم ناجحة. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. سنبدأ أولا في تحضير العجينة. هنا في الإناء راني واضعة 500 غرام بين دقيق سميد وفارينة أو الدقيق الأبيض، وضعت 100 غرام سميد و 400 غرام فارينة، يعني الفارينة أكثر من السميد باش تجيكم خفيفة. من بعد أضفت ملعقة صغيرة نتاع ملح، وبعد غادي نزيدو نضيفو ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز أو الخميرة الفورية. غادي نخلطو قليلا، من بعد نجمعو هاد المكونات بالماء الدافي. يعني العجينة تاع اليوم عجينة بسيطة، تقدروا تستعملوا العجينة اللي شفتوها معايا من قبل. غادي نخلطو مليح المكونات، ولازم نتحصلوا على عجينة تكون طرية كثيرا مثل تاع لابغيوش. وأيضا أضيفوا ربع ملعقة صغيرة تاع خل باش العجينة تجيكم شابة. من بعد هنا إما بواسطة اليد أو بواسطة العجان غادي تعجنوا العجينة جيدا حتى تشوفوها ولات مطاطية وما راهيش تتلاصق في الإناء على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة. بعد ما عجناها هذا الإناء راني واضعة فيه الزيت، وغادي نفرغوا فوقه العجينة، وغادي نشربوها مليح هذاك الزيت، يعني تدوروها بواسطة اليد أو الكوبات. من بعد غادي نغطوا العجينة ونخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها. وهذه العجينة هي نفسها عجينة المطلوع. بعد هنا يا العجينة بعد ما تضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا في الصورة، غادي نوضعوها فوق طاولة العمل، ومادا بكم وضعوا شوية الفارينة لأن العجينة هذه تتلاصق. الآن غادي نقطعوها إلى أربع قطع، لأننا حضرنا زوج خبزات كبار وكل خبزة فيها قطعتين. من بعد نأخذ القطع وغادي نعطوهم شكل كروي، وغادي نخلوهم على جهة يرتاحوا قليلا باش من بعدها تسهل علينا عملية التوراق نتاعهم. هنا غادي نورقوهم، هنايا ورق الطهي وضعت فيه دقيق الأبيض، وغادي نورقو الكرة، غادي نورقوها على سمك يكون رقيق. هذه الكرة الأولى، نفس الشيء بالنسبة للكرة الثانية، لأننا من بعدها غادي نلصقوهم مع بعض. نوضعوا الفارينة وورقوهم بالوراق، ولا شفتوها تتلاصق زيدوا وضعوا الفارينة. هنا بعد ما ورقناهم غادي نوضعوا الحشو. في الحشو استعملت حبة بصل كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة. هنايا طماطم نحيت لها القشرة وقطعتها قطع صغيرة، وهنايا الشحم، هذا الشحم اللي نستعمله في الملفوف، استعملت فقط كمية قليلة مقطعة إلى قطع صغيرة. استعملت أيضا بابريكا، فلفل أحمر حار، وهنا الملح. بالنسبة للبابريكا إلا ما كانتش عندكم حاضر تقدروا تستعملوا فلفل الأحمر الحلو وزيدوا معاه فلفل أسود. كاين ايضا اللي يضيف لهم المعدنوس، كاين اللي يضيف الثوم، فقط بهذه المكونات تجيكم بنينه. غادي هنايا نخلطوهم جيدا بواسطه اليد، من بعد غادي نوضعوهم فوق العجينه، وما لازمش توصلوا حتى الحافه، خلوها هكا واحد 2 سنتيمتر ما فيهمش الحشو باش من بعد نقدروا نلصقوا العجينه الثانيه فوق الاولى. بعد ما نوزعوا الحشو على جميع المساحه غادي ناخذ الماء وبواسطه البانسو غادي ندهنوا جميع هذيك الحافه اللي ما وضعناش فيها الحشو باش من بعد العجينه تلصق بسهوله فوق الاولى، ومن بعد من يطيب هذيك الخبزه الحشو ما يخرج لكمش منها. هنايا غادي نحمل العجينه الثانيه اللي ورقناها، ولا لصقت لكم شويه وضعوا شويه فارينه، وغادي نغطوا بها الحشو بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في الصوره، طريقه سهله. هنا غادي نعدلوها جيدا بواسطه لاغولات او سكين، غادي نعدلو مليح العجينه، يعني نعطوها شكل دائري يكون متحوف. وهذه الطريقه شفتوها معايا في فيديوهات سابقه وين صنعنا المطلوع المحشي.
بعد هنا ما عدلنا العجينه، انايا وضعتها في طاجين، تقدروا توضعوها في اي بلاطو اخر. انا وضعتها في الطاجين لانني من بعدها غادي نطيبهم على درجه حراره عاليه، وهذاك الطاجين يقاوم الحراره. هنا غادي نعدلوها مليح. وماذا بكم الا كان ورق الطهي عندكم كيما هكا طالع بزاف، تقدروا تنحوه بوسط المقص باش من بعد ما ينحرق لكمش في الفرن. نفس الشيء بالنسبه للكرتين المتبقيتين، ورقته بنفس الطريقه اللي شفتوها في اول الفيديو. وهنايا ما وضعت الشحن، حضرتها كانني حضرت بيتزا محشيه. وضعت الصلصه تاع البيتزا من بعد بصل مقطع قطع صغيره، تقدروا تزيدوا الطونه والفلفل، تقدروا ايضا تزيدوا لحوم حمراء او بيضاء وايضا زيتون. من بعد وضعت الجبنه المبشور، وفي الحافه ايضا راني هنايا ندهن بها بالماء باش نقدروا نلصقوا العجينه الثانيه. وضعت العجينه الثانيه فوقها وغطيت الحشو مليح بعد عدلته، وغادي الان نعطيها شكل دائري متحف. وهذيك البقيه تاع العجينه عجنتهم كامل مع بعض وصنعت بهم كوره، وحضرت بها كما راكم تلاحظوا هذا السوفلي ايضا راه محشي من الداخل، وخليتهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم. من بعد قمت بتسخين الفرن على درجه حراره عاليه، اعلى درجه حراره 250 درجه مئويه، ما يعادل 500 درجه فرنهايت. بعد من لحقت هذيك درجه الحراره دخلت الخبز داخل الفرن، وهذوك زوج خبزات وضعتهم في اسفل الفرن. وبعد هنايا مرور 15 دقيقه بالخف يتحمروا لكم، لان هذا الخبز ما لازمش يقعد لمده طويله في الفرن، لو كان تخلوه لمده طويله غادي يولي لكم صلب. بالنسبه للاحمرار نتاعهم انا ما شعلتش عليهم من الفوق، يعني شعلت فقط اسفل الفرن، لكن عندي المروحه. اذا ما كانتش عندكم المروحه تقدروا الدقائق الاخيره تشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا لكم مليح. هنايا بعد ما خليتهم ولاو غير دافيين شويه راني نقص فيهم، دوك تشوفوا كيفاش يجوا من الداخل. هنا فقط ملاحظه، كما لاحظتوا هذا الخبز انا طيبته في الفرن، لكن تقدروا تطيبوه في الطاجين فوق الكويزينيير مثل ما تعملوا المطلوع. في هذه الحاله ما توضعوش مباشره فوق الطاجين، خلوه على جهه في ورق الطهي حتى يتضاعف الحجم نتاعه. من بعد هذاك الطاجين وضعوه فوق الكويزينيير وخلوه حتى يسخن مليح، بعد نقصوا الكويزينيير رجعوها درجه حراره متوسطه. من بعد رفدوا الخبز نتاعكم به بالورق الطهي ووضعوه في الطاجين، يعني غادي تطيبوه مثل ما تطيبوا الخبز نتاع المطلوع. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نقولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.